ضربة استباقية في الوقت المناسب. مفاجأة، تركيا تعلن عن نجاح استراتيجي قبل 53 يوما من الانتخابات. في تطور ملحوظ تشهده تركيا في الربع الأول من العام الجاري 2023، أعلنت الحكومة التركية تركيب الرافعة القطبية الثانية لاستخدامها في الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية أكويو، والتي يجري إنشاؤها في ولاية ميرسين، التي تعد من أبرز المشاريع التي ستوفر الطاقة الكهربائية بشكل أرخص وأكثر فعالية لملايين الأتراك. بدوره صرح مدير البناء في المشروع سيرجي بوستيخ أن الرافعة الجديدة جرى تركيبها تحت قبة المفاعل بعد تجميع أجزائها، وقد نجحت في سلسلة اختبارات الموثوقية ونقل الأحمال وأثبتت خلوها من الأخطاء التشغيلية. وأكد على أن وصول الرافعة القطبية الثانية إلى أولى وحدات الطاقة تعتبر من أهم العمليات اللوجستية للتأكد من كفاءة المحطة النووية. ووفقا للمصادر، جرى نقل جناحي الرافعة التي يبلغ طول كل منهما 42 مترا وتزن 92 طنا إلى موقع البناء، وقد استغرق الأمر 24 ساعة لتفريغ الرافعة القطبية من السفينة في محطة الشحن الشرقية. ومن الجدير ذكره أن وضع هذه الرافعة سيساهم في حماية مبنى المفاعل من خلال دورانها 360 درجة على سكة دائرية لتنفيذ العمليات التكنولوجية لمصنع المفاعل، بما في ذلك إنتاج الوقود النووي.